يا جماعة التدابير الإلهية لا نقحم أنفسنا وندخل أنفسنا فيها لأنها إلهية. على المستوى الشخصي أمري، حياتي، وظيفتي، كيف بيكون الفرج، كيف بتتيسر أموري، المعطيات صفر في الأرض، كلك ما لك شغل. بيد مين؟ بيد اللي يدبر أمري. هذا على المستوى الشخصي. قل إن الأمر كله، حتى أمرك أنت، ما قال للناس، لله، طمن. شوف العقل البشري الله عز وجل حط له نقطة معينة بس يوقف عندها، ما يقدر يعديها عشان لا يفصل، وكل شيء عنده بمقدار. شوف شوف كيف سيناريو الفرج، ما تقدر انت تسوي السيناريو هذا، عقلك ما يستوعب. زي أصحاب الكهف 300 سنة كيف بنومة صار الفرج، أيوب عليه السلام 18 سنة من المعاناة اللحم يطيح، الفرج كيف بموية، ما حد يتوقعها ولا حد يستوعبها ولا العقل البشري يسوي هذا السيناريو. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، انتهت معاناته. في الأثر الله عز وجل يقول ما في عبد يعتصم بي، يقول يا رب يا رب، أطبقت السماء على الأرض، طاحت السماء على الأرض، كسرت الجبال، الدنيا كلها خراب وفوضى وكوارث ومصائب، وهذا العبد ما يقول كيف تفرج لأنه ما يقدر ما يستوعب. قال بس يقول يا رب خلاص مخليها على الله. قال إلا جعلت له بينها مخرجا، انتهى. انت عليك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، عليك انك تعبد الله، عليك تكون مع الله، تسأل الله، والباقي مو عليك، ما يشغلتك، فلا تقحم نفسك فيها. الله عز وجل ما يبغاك ترهق عقلك حتى في نعيم الجنة. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين في مكانهم، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. فذكر بعض من نعيم الجنة وكثير ما ذكروا. ليه؟ لأنه قال أعددت لعبادي المتقين ما لا عين رأت إشاف في الدنيا من جمال، هناك أجمل. العقل ما يستوعب. ولا أذن سمعت إيش سمعت، هناك أجمل. ولا خطر على قلب بشر، ما في خوف ولا حزن ولا إرهاق ولا تعب ولا مرض ولا وجع. فخلاص سلمنا، بس إيش نسوي إحنا؟ نتقرب من الله، نسأل الله، نتعلق بالله، نستعين بالله، نستغيث بالله، لأنه لا ملجأ ولا منجأ منك يا الله إلا إليك. عشان كذا ريح نفسك، لا ترهق نفسك، رزقك حيجيك، حياتك حتكون سعيد فيها، حتنبسط، حتتغير للأفضل. بس أنت غير نفسك وخلي علاقتك مع الله كويسة. الأسبوع اللي راح كيف علاقتك مع الله؟ أمس كيف؟ طيب اليوم كيف؟ بس كل يوم خلي يومك أفضل من قبله في علاقتك واتصالك بالله. والأشياء الثانية كلها الله عز وجل يقول اتركها، أنا مسؤول عنها، وكفى بالله وكيلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، كلها لله، في السماوات وفي الأرض، حتى الهم لله، حتى الحزن لله، حتى الشيء اللي أرهقك وكسرك وأوجعك قال لله، حتى ابتلاءاتك لله، حتى الطبيب لما يحتار في موضوعك ترى لله، هذه كلها لله. بعدين قال وكفى بالله وكيلا. طيب الشفاء، العافية، الراحة، انت تبغاها؟ طيب انت خليك معايا بس لأنها هي لله، وكفى بالله وكيلا، انتهى. فلا تشغل نفسك وترهق نفسك كيف بتكون العافية، متى بتجيني الحياة الحلوة، متى بتزوج، متى هذه كلها لله، وما يجي من الله إلا الخير. ثق تماماً.